الراديو 90-90 هواها مصري. الدراما كان بقالها سنين كتيرة معتمدة على رمضان بس. بدأنا كام سنة بدأنا نشوف سيزن بقى اللي هو الأوف سيزن بقى سيزن جديد موجود. الناس بتعمل مسلسلات على مدار السنة. رجعنا نتفرج على مسلسلات كل يوم زي زمان. انت شايف ان ظاهرة الأوف سيزن دي هتكمل ولا هنرجع تاني نلم المسلسلات كلها في رمضان وننام بقية السنة؟ بس هقولك على حاجة. شيء ما بين رمضان هو كاس العالم. هو بطولة الأمم الأفريقية. هو الدوري. بطبيعة الشهر الزيارات طبيعة الصيام طبيعة الأكل وهو ارتبط معانا هذا الشهر بالجهاز التلفزيون جهاز التلفزيون صح المسلسلات ففكرة الأوف سيزن دي أنا فرحان بيها فرحة. أولا أن أنت على مدار العام كله مدار السنة بتقدمي دراما الجمهور الناس بيوتها مفتوحة الناس طبعا. بتشتغل ما بقاش شهر واحد و11 شهر ما فيش تلفزيون لا أنت سواء في التلفزيون سواء في البلاتفورمز اللي فتحت انت بقيتي موجوده طول السنه ولكن وجهه نظري سيظل رمضان هو النجم ومش مش مش زي ما الافلام مثلا في العيد الصغير وفي العيد الكبير طب ما في افلام اهي نزلت في راس السنه وفي افلام كبيره نازله في راس السنه اللي جاي فكره فتح المواسم وفكره ان ظريفه جدا 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 أكيد. للشغلانه وللجمهور وللصناع بس انت لو بتختار عندك قدامك مسلسلين ووقتك ضيق في السنه بقى وعندك فيلم كمان او فيلمين فانت هتختار مسلسل واحد رمضان ولا اوف سيزن؟ رمضان. احب الصراحه من الاخر انا راجل مدرب اقدرش ابقى صريح